السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس أحمد وهنبتدي درس جديد إن شاء الله. سلسلة دروس تعليم سوليد ووركس. درس النهاردة عايزين نبدأ نرسم فيه الرسمة دي. الرسمة دي هنبدأ نرسمها من الفرونت بلان، في حاجة على الفرونت بلان أعمل تك عليه تكة وأقوله سكتش، وهنبدأ نرسم نفس البروفايل الموجود معانا ده. فهنبدأ نرسم تو ريكتانجلز. أول ريكتانجل هنبدأ نرسم ريكتانجل كورنر ريكتانجل من السنتر بوينت بتاعتي، فهبدأ أرسم أهو بالمنظر ده، وبعد كده هبدأ أرسم ريكتانجل تاني بالمنظر ده معايا. هبدأ اقول له سمار دايمنشن، وابدأ احط دايمنشن للجسم بتاعي ان التوتال ديستانس من تحت لحد فوق هي 80 ملي. فهاجي هقول له الديستانس من فوق لحد تحت هنا كده دي 80 ملي، واقول له اوكي على كده. وبعد كده هبدأ اقول له انا معايا من فوق لحد تحت هنا اللي هي 48 ملي. فمعايا المسافة دي كده 48 ملي، يبقى انا كده حطيت المين دايمنشنز اللي موجودة معايا. تمام. هبدأ بعد كده اقول له ان المسافة دي او الديستانس دي تكون 8 ملي، فانا هقول له ان دي كده 8 ملي بالمنظر ده، والمسافة التوتال بتاعتها 40، يعني العرض ده بتاعي 40. عايز اسنتر بقى الحتة اللي تحت، فهقول له 40 ناقص 8 هتكون 32، 32 على 2 فيها 16، فانا معايا المسافة من هنا لحد هنا دي كده تكون 16 ملي. انا كده حطيت كل الدايمنشنز اللي موجوده معايا. هبدا اقول له تريم واقطع الحته اللي جوه دي. بعد ما قطعتها هبدا اقول له اوفسيت. تمام. فهقول له اوفسيت للخط ده والخط ده، هو عمل لي اوفسيت لكله. فهقول له ريفرس عشان اوفسيت لجوه، وهقول له هشيل سيلكت تشين علشان يختار لي خطوط معينه ويكون الاوفسيت بتاعي على 8 ملي. فانا كده اخترت ده واخترت اللي هنا بالمنظر ده، واخترت ده كمان، بس ده لا مش عايزه، وده اقول له ريفرس. او مش لازم افصل، انا ممكن عشان ما يحمليش مشكلة انا ممكن ارسم تو لاينز تانيين، لاين من هنا كده هيكون اسهل لي من الافصد بالمنظر ده، واقول له سمار دايمنشن ان المسافة دي تكون 8 ملي، والمسافة دي تكون 8 ملي، والمسافة دي تكون 8 ملي. هبدأ بعد كده اقول له trim الجزء اللي فوق، واقول له exit sketch و extrude على مسافة 34 ملي بالمنظر ده. بعد ما خلصت يعني كده خلصت البيز بروفايل بتاعي، هبدأ ارسم الدايرة الموجودة على جنب. فهاجي من هنا على الجنب ده اقول له sketch هنا، وهبدأ ارسم two circles. او ممكن نرسم circle واحدة بس اللي هي السيركل الكبيرة، واقول له سمار دايمنشن ان قطر الدايرة الكبيرة دي تكون 24 مليمتر، وهبدأ اسنترها. طب اسنترها ازاي؟ ممكن ارسم سنتر لاين موجود من هنا لحد هنا كده، وبعد كده هختار نقطة النص بتاعته كنترول، واختار نقطة السنتر بتاع الدايرة، واقول له خلوهم لي يكونوا كونسيدنت. انا كده سنترت الدايرة. هقول له اكزيت سكتش، وهقول له اكسترود على 13 ملي. بعد كده هقول له صح، وارسم دايره تانية قطرها 14 ملي سكتش، دايره قطرها 14 ملي في نفس السنتر بتاع الدايره الاولانيه. سمار دايمنشن ان دي كده قطرها 13، واقول له اكزيت سكتش واكسترود كات. اكسترود كات مثلا نقول له على 20، انا كده دخلت لجوه لا لسه 30 ملي، واقول له صح. تمام. انا كده رسمت الجزء الشمال، عايز ارسمه هو هو اليمين، فهعمل ريفرنس جيومتري بلان واحدد بلان في نص الجسم بالظبط. طب عشان احدد بلان في نص الجسم لازم اتك على السطح ده واتك على السطح المقابل ليه الناحيه التانية. كده انا جبت بلان في النص بالظبط، هبدا اقول له صح، وهقول له ميرور. انا كده هعمل ميرور للفيتشر دي والفيتشر كمان اللي هي الاكسترود كات اباوت البلان ده، واقول له صح على كده. كده انا رسمت الرسمه بتاعتي، هبدا اقول له هايد للبلان ده مش عايزه. ممكن اكبر الشاشه بتاعتي، ابدا احط ماتيريال للجسم بتاعي. اجي هنا اقول له ايديت ماتيريال، احط مثلا الماتيريال بتاعتي تكون كبر هنا، كبر الوي، احط كبر، اقول له ابلاي وكلوز. ممكن بعد كده انا كده حطيت الماتيريال بتاعي، بقى الجسم عليه دايمنشنز وعليه الماتيريال، اقدر اشوف وزن الجسم بتاعي من قائمه ايفالويت، واقول له ماس بربرتس،
هيقول لي ان كتلة الجسم اللي معاك ده حوالي 423 جرام، يعني اقل من نص كيلو. يبقى ده كده كان الدرس بتاع النهاردة. لحد عنده اي سؤال اي استفسار يقدر يبعتنا على صفحتنا على الفيسبوك Learn Solidworks Arabic، وارقام التليفونات والايميل الموجودين اسفل الشاشة. نشوفكم دروس جاية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.